البنات، صباح الخير. صباح النور. كيف صبحتوا؟ ولاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير ان شاء الله، احسن احوالكم. اليوم صبحت مستريسيه واحد شويش، مشان اسطنبول لا راجلي بلا واحد، بلا حتى واحد، بوحديتي. مشان نمشي نشوف السلعه ونشوف نختار موديلات ونختار السلعة باش نعاودو نعمرو المكازا ونمشى. كنعد القهوة. فهمتو؟ دابا كنتسنى في راجلي باش يجي، خصني نمشي ندوز قدام واحد ندوز قدام، خصني ندوز مورا واحد ماكينة القهوة، نديها في يدي ديك الساعة نمشيو نشتغلو غوا ان شاء الله. هاهي نتوماك معايا، بسلامة. هاد الحليب هذا بلا لاكتوز، حيت انا كرشي كتحرقني ملي كان مرة كتحرقني تبصح ملي كنكون شاربة الحليبة ولا الكريمة ولا تحدثوا شويش قبل ما نمشي واش مش نقدش. واش نقول لكم، ماما مشات البارح، حتى هي مشات المغرب بحال اللي قلت لكم، مشات تحضر العرس، وانا ماشا البارح شني كان الحد، وانا ماشا الاثنين، ماشا الاثنين. هذه اول مره باش نمشي بلا حتى واحد، بلا راجلي بلا بنتي. واحد المره كنت مشيت لاسطنبول مع بنتي، وتما تلاقيت مع خايي الكبير ومراته، وبقينا دوزنا واحد ثلاث ايام زيونه. دابا ما شاب واحد يخني اللغه، كيفاش نهضر مع الناس اللي كيبيعوا السلعه، عرفتوا؟ ماش نقدر نقولهاش حالات الثمن، شحال بالحق باينه فيا وباينه في اللغه ديالي، ما عندي شي. كنضرب كنخاف يضربوني من الراس، بحال اللي كنقولوا ضربوني من الراس في الثمانات. الحمد لله عرفتو، فرحانه ماشي بالحق، ما فرحانه شي، ماشي بوحدي تعاود فرحانه، ماشي بوحدي في واحد اللحظه، حيت مش كنحس براسي زعما شويش مقيده وصافي. دابا نشوفو راجلي ملي كنمشيو مع بعضيتنا كنصبحو كندابزو تماك، والله حتى هو دابا هو خصو يجلس مع العواول، ايوا واخا العكوز هنايا خصو يجلس مع العواول، يديهم للمدرسة ويجيبهم وي. باقي ماشي 100% هازين راسو. هو كنا كنمشيو مع بعضيتنا زعما، ماشي ما عمرنا ما مشينا مع بعضيتنا وخلينا العواول مع العكوزة، هو الشيخ ديالي هو اللي كان كيديهم ويجيبهم، هي كنعملو الماكلة هنايا، كيدوشو كانوا كيطلعو هنا للدار يدوشو ويبدلو، وكنحمل لهم الحوايج ديالهم، هاشني تعمل هاشني تعمل هاشني تعمل، وكيهبطو ينعسو عاود تحت. هاد المرة العول مبقاوش كيبغيو يمشيو بجوج، شيرين سختو شيرين مكتبغيش، شيرين كتبقى تبكي مسكينة، مكرهتهاش هي تمشي معايا باش تفهم، حتى هي في الكوميرس وتفهم في تعلم وتفهم كيفاش كيمشيو يجيبوا السلعه وكيفاش كيشوفوا كيفاش كي ان شاء الله ملي تكبر تبقى حتى هي تعمل هاد الشيء الكوميرس، كلشي مع المكتب. حنا نوريونا على واول كيفاش كيكون داك الشيء، هما يخسروا من بعد ملي يكونوا كبار. نتسمك معايا، ما نطولش عليكم في هاد لانترو. بيسو، سلامه. البنات جينا لايغوبور، ولايغوبور هنا ما نفتشو فين كيزمو الطيارة. قلتكم عيت ما نتسنات فين كاين طيارة، كيزمو اسم ديال، ويلا ما بقيتش كنعرف نهضر دابا مرة.
فين كيتزمو الاسم ديال بلاد فين مشى ممكن ما هوش ماركي بغينا كنتسولو نسولو حتى قالوا لنا انولي ملي قلت الثمن ملي قلت الثمن العجوزة قالت لي كنتمنى يكون انولي عندك طيارة حيت تماك زجاج هاد الصباح هذا صباح الزنزال تماك وصباح طلع ناج وصباح شنو نسمي ناج صباح طلع ناج سمعت التلج التلج صباح تماك صباح الزنزال قد وقداش ما سمعتو بزاف. المهم كنت انا بيدي كنت مغايرة مع الشهيدة بالحق هادشي اللي عطا الله شدي كنتي بالحق باش نعملو التلج بزاف تماك. هو المهم دابا راجعين للدار العكوزه هي اللي باش تكون فرحانه. هو المهم السلام عليكم في هاد الساعه هنايا ملي وصلنا لاسطنبول وكانت عامره الشتا عامره الضبابة عامره الثلج وما عرفاتش تنزل عيات ما تحاول تنزل ما عرفاتش تنزل ورجعات من فوق مره ومشات لازمير وانا ما بخباريش مشات لازمير وما وريتكمش كيفاش نعس فوق الفوتاي كامله فحال الفراش كانت توحد قدامي فريمون نعست بزاف. دابا الطياره مشات من اسطنبول ودابا هي ما تنزل في المطار ديال ازمير السماق على ساعه في السماء كندورو باش ننزل ما عرفتش شنو كان واقع هنايا راهي غبور ما عارفه مشى كان ماشي ينزل وعاود عاود كيدور 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 عاود كيحاول يهبط عاود كيطلع عاود كيدور 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 الحمد لله وصل. بنات دابا عاد ماشيين من ازمير حتى الليل صافي عطاونا لوتوريزاسيون نزلو في اسطنبول دابا طيارة ماشا وان شاء الله نوصلو بخير وعلى خير. احنا ماشيين اسطنبول انتمك ماشي تشوفوا شنو واقع في اسطنبول انتمك كتشوفوا شحال ديال السحاب شحال ديال ماشي تشوفوا الثلج بزاف كانت الارض كانت مجمده. ليش تصوري فيديو؟ فيديو ليش فيديو؟ صور أحلى فوتو؟ فوتو؟ ولي 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 ولي
ويلي 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 هادشي هادشي خطر شي بزاف شيا ويلي 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 انا وصلت الحمد لله وصلت عرفتو تخسيخة اليوم بين فيا شلاقني بويط ايوا الحمد لله وصلت راها قصة طويلة دابا ندخل الطوموبيل ونشرح لكم حيت هنا الصداع بزاف شوفوا على الثلج 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 دابا بصح ها شوفوا شحال داير الثلج كنتسنى الطوموبيله تجي نوريكم الشركه فين راجلي عمل غازيرفاسيون ديال الطوموبيله ها هي نوريها لكم الانستغرام ديالهم النمره اسم الشركة قال لي راجلي كراها بخمسطاش ورون النهار بالحق البيرو ديالهم ماشي فوسط فوسط شنو نسميه فوسط لايغوبور كيجيبو كاميونيتا وكاميونيتا كتجيبنا لهنايا باش نهزو الطوموبيلة على برا ماشي حتى خمسة دقايق خارجة لايغوبور ايوا عندي ما نقولكم في الطوموبيلة الحمد لله لي وصلت طرف واحد بحال كيقولو فرنساوية كيقولوها دابا نعاود لكم تشكري ديري جاز باكالو مراجع و نصرة الحمد لله لي وصلت باغي كنحمد الله لي وصلت لي وصلت اليوم حيت النهار الاثنين كنت ماشي نجي وعملوا لي انيلاسيون ديال الطياره حيت في اسطنبول كاين الثلج ما تقدرش تنزل وقالوا لي اجي لغدا في 6 الصباح ولا 4 باش نطيروا في 6 طيرنا في 7 ونص طيرنا حتى 9 كان غوطار كان معطل وطيرنا مشينا حنا ما سحبنا صافي ماش نوصلوا لاسطنبول ما وصلناش لاسطنبول اسطنبول المهم وصلنا لاسطنبول كان ماشي نزل كان ماشي نزل وبزاف ديال السحاب بزاف 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 السحاب كيقولوا له بزاف ديال النواج والثلج واقيلا الثلج واقيلا ما قدرش ينزل حيت الثلج في لابيست لابيست كانت مكونجليا كانت كتسلق عليها ما بقى ما عطا ولا شي لوتريزاسيون ينزل ديك الطياره عاود طلعات عاود مشات طلعات مزيان دارت ومني دارت بغيت نقول لكم دابا هنا انا في التونيل حيت خارجه من التونيل هاد التونيل هذا تحت البحر زعما سبحان الله العظيم كيفاش
بنادم كيعرف يساغب الحاجه. دابا حنايا تحت البحر ديال المغمغه باش كان ما مشيتي فوق لو بون، مشيت تحت الارض، تحت البحر وتحت الارض. علينا قلتكم وزادت دارت في السماء، هي تما الدور ومشات لإزمير. مشات لإزمير عاود نزلات في لايغوبور، نزلات بقينا واحد ساعة عاود فوسط الطيارة فوسط لايغوبور، عاود قالوا لنا نزلوا. نزلنا عاود بقينا عاود واحد ساعة في لايغوبور. ما عرفناش يكون واش كنا ماشي نرجعوا نهزوا طيارة ولا نباتوا تماك ولا نباتوا في لايغوبور ولا نباتوا في لوطيل. ما عطى حتى واحد ما كيعطيك. كاين ناس مشاو بالكار، هزوا الكار خرجوا من الطياره ومشاو هزوا الكار وخرجوا ومشاو. ايوا حنايا جلسنا في المطار وقلنا كيف ما كان هما يتكلفوا بينا خمسة سوايع بالطونوبيرا. الا كنت كريت طونوبيرا في ازمير باش نطلع عاود بوحدي تي ما يمكن ليش بوحدي خمسة سوايع في الطونوبيرا. المهم تسنينا عاود عيطونا عاود ركبنا في الطيارة، عاود بشحال بقينا في الطيارة قبل ما تطير. ايوا طارت ونزلت الحمد لله. عرفنا ملي نزلت وعرفتو انتما كشفتو في الفيديو في اسطنبول واحد التلج طاحت سبحان الله العظيم. كنطيح اكثر من بلجيكا. بلجيكا كتقول نورمالمون هي البلاد ديال التلج. ايوا ما طاحتش فحال هاد العام، طاحت شي مره في بلجيكا. هنايا طاحت ما شاء الله. ازمير فيها الضو فيها القيله، وهنايا في اسطنبول الحمد لله بعد الطرقان كيعرفوا يزولولا التلج. انا ماشيه مزيانه ولات كسكسكسه بنات. الحمد لله كاين جوجل مابس عرفتو. ما شكون كان قال لي وقيلا ماما ولا العزيزه ومعقله قالت شي، قالت لي الله يرحم هذا اللي خلق الانترنت ولا اللي خلق جوجل مابس. راه رحمه الله، راه ما الا ما كان شي جوجل مابس والله ما هنايا ما نفهم حتى حاجه. اسطنبول كبيره قد الدنيا. وصافي انا وصلت لماكدونالد بغيت ناكل، كنت باش ناكل كفته، داك الكفته ديالهم بالحق. داك الغستوغون كان ماشي يشد دابا 11 ديال الليل على 12، ودابا باش ناكل دغيا واحد ماكدونالد. ندخل في حالتي للدار ونحمد الله وصلت للدار. صافي وانت ماك معايا بسلامه. كوزينة ما عرفتي واش نعمل قهوة باش ما كاينش الشوفاش. عرفتو واحد المدة البرد ما خدام باش يفتحوا لي الكاز هادشي الكوبوت ديالي كيعمل هادشي. قلت لكم خدام باش يفتحوا لي الكاز ان شاء الله ما يبقاليش البرد هذا في الدار. كنخاف نعمل قهوه وما يجينيش النعاس وانا ما فيهاش النعاس والعيا والنعاس والو. وخدت خصني نفيق بكري نمشي نشوف دك الحوانات ديال الحوايج. ايتو معي انا شي بجوج بيهم.
كنت باش نهضر معاكم في التليفون في الطوموبيل ساعه ساعه. هضرت مع راجلي باش حيت وصلت مع 12 الوحده ولا شي حاجه 12 ونص باش بقى معايا في التليفون في الواتساب هيداك فيزوال الفيديو. باش ملي نزلت الطوموبيل ستاسيونيت واحد شويش بعيد على الدار باش يبقى معايا في التليفون. انا نجرجر في ديك الباليزه باش ما نبقاش بوحدي وما انا ما نحسش بوحدي ولا نخاف برا عليها. ما هزيتش التليفون ملي دخلت للدار. المهم طرت الباب حصل باقي فيه غير الرواق الكوسينه والبيوت رفيين بيوت العوبي رفيين وهذا البيت ديالي باقي ما عندناش عندنا شحت ما عندناش المبل عندنا غير المطله. بعدا فين تحشى النعس على خاطري يلا حتى شي سكنه نعدو ملي ما عندهمش عرفت واحد اللي عنده الدار ديالو يتخشى فيها يحس براسو هانيه ولا رتحانه ولا شي حاجه هيدا مو علينا ما علينا في البرد. نخليكم سلام عليكم بغيت نسمعوا لي السلام عليكم غدا ان شاء الله نتمك معايا في المواكس ديال ما عرفتش ما قدرش نفيلمي واقيلا باش يبغيوش نفيلمي. المهم شوي هيدا لحظه هيدا صافي السلام عليكم الله يصبحكم على خير. اليوم نهار شكل بالحق الحمد لله وصلتنا الدار اليوم هو ماشي لا غدا وبعدو حيت كتوقع وقعتنا حنايا وقعتنا 4 ايام بقينا مبلوكين في واحد لوطيل العام اللي فات طرابزون اللي كنا مراجعين في الفاكونس العطلة العواول بقينا هيدا 4 ايام ومبلوكين. المهم كنا في الاوتيل الحمد لله بالحق الاخدايه غدا داك الشيء الواحد ما كيكونش مسرح ما كيكونش ايوا فحال شفتو تلج ومسك الناس اللي ماتوا تركيا كامله وسوريا كامله سوريا. المهم انا شفت بزاف ديال تركيا لا حسن في 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 الطياره كيقولوا باش نصاوصون زعما لا يهدم اجار الناس كاملين اللي تسمك اللي عنده شي كيقولوا زعما الوطن من البلاد لا يهدم الاجار لا يحصل عاو عندك الناس اللي في البرد. المهم خليكم عدم اجر كل واحد اللي مسكن الحبيب ديالو مشى وهو ما علينا ما كنعرفش نهضر العربيه. السلام عليكم السلام عليكم صباحكم على خير السلام عليكم. عرفتوا واقيلا باش نطيب الماء باش نحشيها شفتها واقيلا في الانترنت باش نحشيها في عادي ونسخن بها المطله نشوفوا نحاولوا ما يكونش فيها شي تقبه ولا شي حاجه تفزك لي المطله ديالي نصوحانا ويمكن المطله ديال العواول بحق ما خصني شي Thank you.
الله جبارت كيفاش نسخن راسي. عرفتو كنت كنقول علاش ما جبتش الكربه معايا؟ علاش ما فكرتي بالكربه وانا جبرتها؟ عرفتو شحال سخونه؟ شي تخو كونتانت والله. فرحانه بزاف جبرت كيفاش نسخن راسي.